معكم خديجة جودار، خبيرة تجميل مغربية عايشة في البحرين. اهتماماتي ميك اب وشعار، سواء لمغي او العادي. اكثر شيء انا كان اهتم بالميك اب خليجي اوروبي، يعني معناتها انه ثقيل في نفس الوقت، نعم كيبرز الملامح. كنحاول ان نطلع جمالية العين اكثر ما يكون ميك اب ثقيل. اكثر شيء تعاملت مع فنانات في فيديو كليبس، في تصوير، سواء كان عندهم لقاءات او كان شوت او بحلقة. ماكياج ديالي كان استخدم فقط اللاينر موش ديالي، لان انا مصايباهم على حسب الشكل اللي انا كيعجبني واللي كنشوفه مناسب للعيون والميك اب اللي انا كنبغي. مشيت البحرين في سنه 2000، تزوج طبعا زوجي مغربي، عشت ما يمكن عامين، جبت بنتي، ولكن حسيت براسي ملل، غنبقى غير جالسه في الدار، ما عندي ما ندير. وهذا دخلت دورات تكوينيه في البحرين وجيت خديت دورات هنايا، وعلى طول كنكون متواصله مع مثلا ميك اب ارتست ديال لبنان ومشاهير اللي كيجيو، على طول كنشارك معاهم في الدورات التكوينيه. هو ماشي سهل، لان طبعا مغربيه وغريبه، ما عنديش اهل في البحرين، ما عنديش، عندي صديقات تبارك الله بزاف، وصديقاتي اغلبهم في نفس المجال، كلهم خبيرات تجميل معروفات في الخليج. فرضت نفسي بالعمل ديالي، بالاتقان ديالي، الحمد لله، يعني يمكن اعمالي تشهد لي. انا ما غاديش نقول انا كندير ولا درت، بس الحمد لله الفيدباك اللي كيوصلني من عند الناس اللي كانت تعامل معهم مرضي. الميك اب، اول شيء انا بديت بالشعر، اختصاصي كان في علاجات الشعر، في صباغه ديال الشعر، في كل ما يخص الشعر. من مراها دخلت في مجال تساريح العرايس، وميمتون الماكياج، الماكياج العادي حتى الماكياج ديال العروس. يعني تقريبا صار لي حاليا يمكن 14-15 سنة ديال الخبرة. اي واحدة غتصير ميك اب ارتست ممكن، ولكن خاص يكون عندها الحس الفني. يعني ممكنش واحدة ممكن ان تعطيها دورة ودورة ودورة وما كتشدش، وكاينة اللي كتشوفك غير من بعيد وكتعلم. الوغ يعني هي حابة هاد المجال، فاي واحدة كتحب الجمال، كتحب الميك اب، ممكن توصل فيه بعيد. حبيبتي جميلة البدوي، يعني كتربطني فيها علاقة جميلة جدا. هي فنانة طبيعية وسامبل، يعني ممكن ان ميك اب خفيف كيناسبها، وهي هذا ستيل ديالها. كنحاول في الفيديو كليبس ان نشوف فكره ديال الفيديو كليب وكنترجموها في اللوك ديالها، سواء في الميك اب او في الشعر، باش يطلع الفيديو كليب متناسق. الميك اب ديال جميله في الفيديو كليب ديال المراه حديديه كان ميك اب عباره عن سموكي مع لون شويه ماغون، يعني كان مناسب للمراه حديديه، مع شعر داخل فيه ان لون شويه ديال الرصاصي سيلفر مع لون شعرها الطبيعي، فهذا هو اللي يميز الفيديو كليب. بالنسبه للميك اب او اللوك كامل ديال الفنانات، كنمشيو على حسب النص ديال، مثلا اذا كان فيديو كليب كنشوفو شنو اللبس اللي غتلبسو، فمن خلاله حنا كنفكر. انا بالنسبه ليا كنشوف شنو اللي غادي يناسب هذاك اللوك اللي غتطلع فيه الفنانه، او اذا كان مثلا عندها سهره او حفله او هذا، بعد كنكونوا مع اللبس اللي غتلبسو، فما يمكنش ان غنحط في بالي واحد ستيل وما يناسبش. فدائما اللبس كيعاون، وكنفكروا من خلاله شنو اللوك اللي غطلع فيه النهائي. وعموما يعني بالنسبة لنا، كل ما كان الميك اب ناعم، كل ما كان سامبل كان احلى، لان دايما الميك اب تقيل كيعطي اصلا الفنانة غيعطيها سن اكبر من سنها. فاذا استخدمنا ميك اب ناعم مع بروز العينين وهذا، اجمل بكثير من الميك اب تقيل.
تشوفي أي فنانة كانت تعامل معاها دام هي تواصلت معايا وإن كلمتني يعني هي واثقة هي مع من هدرات يعني ما فأنا اللي كيتواصل معايا على الستيل ديالي فكيكون ديجا شايفين حسابي شايفين الصور ديال العمل ديالي شايفين ما كنلقاش مشكل مع أي حد. وبالنسبة للفنانات أكتر شيء اللي كيجذبهم سامبل لأن دائما كيبغيو يشوفوا نفسهم طبيعيين أكتر ما يكونوا طبعا ماشي كل الفنانات بس اللي أنا كنت عامل معهم كنت تابع فنانات مغربيات كان بغي نشوف شنو ملامح ديالها كيفاش مثلا لو أنا صوبت لها كيفاش غادي تطلع كيفاش غادي تخرج مع الستيل ديالي وتواصلت مع مجموعة ديال الفنانات في المغرب وإن شاء الله لي مواعيد معهم. طبعا من خلال السوشيال ميديا كنتبعوا جميع الفنانات تنتبعوا تبارك الله جميع الفنانات المغربيات بدون استثناء كيعجبوني ونتمنى نتعامل معهم ما يعني تواصلت مع إن شاء الله أسماء المنور رجاء بلمير حبيبتي فايت أنها تعاملت معها في البحرين كان عندها حفلة في البحرين وإن شاء الله جميع الفنانات كيعجبوني وجميع الفنانات كنتمنى أن نتعامل معهم باش نشوف كيفاش غتكون الإطلالة ديالهم على إيديا. ما شاء الله ابتسام تسكت ملامحها بارزة فما كتحتاج بزاف تاع الميكاب يعني مجرد رموش آيلاينر لأن هي عينها مسحوبة فغيكون جميل عليها مع لبستيك أنه يكون فونسي. أنا كنت وقع هذا هو الماكسيموم اللي ممكن نديروه لها. ما شاء الله انا كنعرف من خلال فقط الجميله البدوي اللي كانت عامل معها بزاف كتخرج هي ناتورال يعني مجرد بعد مرات غير ماسكارا في العين او رموش خفيفه الحواجب طبعا هما العنوان ديال الوجه فالحواجب مهم ان تكون مرتبين مرسومين مقادين وليبستيك فقط يعني هذا يوميا. ان شاء الله قريبا غادي تفتح مركز خديجه جودر في المغرب في كازابلانكا غيكون فرع ديال مركز خديجه جودر اللي في البحرين ان شاء الله نفس الخدمه نفس لي برودوي نفس الستاف يعني حتى العاملات اللي عندي غيكون في فلبينيات في مغربيات نفس ما موجود في البحرين يعني حتى في البحرين عندي فلبينيات وعندي مغربيات فمن خلال المركز غيكون عندنا الخدمات الخاصة بالتنظيف البشرة والسوا وهذا والحسن حظي ان صديقتي حورية الشويخ غادي تكون متواجدة معنا في المركز ان شاء الله غتعطينا طابع ثقة ان الناس غادي يتعاملوا مع حورية الشويخ في السوان فيزاج في المساج في الريلاكسينج حتى لو ما كانتش مثلا عروس اي سيدة كتحتاج الريلاكس كتحتاج السوان فيزاج كتحتاج المواد الطبيعية لان كندورو وكنرجعو المواد الطبيعية هي الاساسية للبشرة باش نحافظوا على البشرة ديالنا نحدوا من التجاعيد ديال الوجه وهذا بشيء طبيعي ان شاء الله فهذا الشيء بعد حافز لنا باش نكونوا مركز متكامل ان شاء الله. كنتمنى من البنات والسيدات اللي تزوجوا ان مثلا ربات البيوت اللي صافي تزوجات وما عندهاش مجال باش تخدم في وظيفة طول النهار ممكن أن تستفد من نفسها تعلم تاخذ دورات تكوينية تربي وليداتها وفي نفس الوقت قد يكون عندها العمل الخاص فيها اللي كيعجبها وممكن تبدع فيه وممكن توصل يعني أنا خلال 15 عام كنت أم وفي نفس الوقت عاملة حاولت اني نربط بين البيت وبين العمل والحمد لله وليداتي كيكبروا حدايا وفي نفس الوقت يمكن كياخذوا التجربه ديالي كيتعلموا بحال بنتي ما شاء الله كتحب الميكاب حتى هي عند المتابعين ديالها ف كتكون انطلاقه زوينه. يمكن انا في البدايه نهائيا ما كانش توجه ديالي ان غنكون ميك اب ارتست او هير ستايلست بس حتى حاجه ما كتحد يعني إلا عندك طموح وعندك رغبة من نفسك حتى لو كنتي في بلاد مثلا غريبة بعيدة ما عندكش أهل ما عندكش ولكن من نفسك
انت اعطي لنفسك واحد دافع باش تكوني شخصيه ايجابيه، ممكن انها تدير شي حاجه في المستقبل ما كانش كتوقعها في القبل.